حبيبي يقول لي شنو هو التصرف اللي تشوفه في المجتمع الجزائري ويقلقك يديرون فيه؟ هذوك الناس اللي يرموز بالبرة، شغل كي يرموا في بلاصة يزيدوا يرموا، شغل ما يلقاوش يزيدوا يوسخوها أكثر. راك معايا؟ ثم باك القطوطة يولوا يخبشوا في الصاشيات تتفرع الحالة. هو هذوك ثاني، هذوك اللي يلموا النيلو تاني يبداو يرموا في الزبل. البارح برك شتها نديرونجا كي نشوف الناس يرموا الزبل وين جات. يجي هوية يسقول لي شوفوك براوي يقرا فيك الحيل، لكن عباد هكذا حاشا حاشا ناس فاميليا كما نقولوا. يسقول لي شوف فيك دراهم من ذم ذم حات يحشيها لك وخلاص، هات يدي لك واش راك تحوس وخلاص. هذا حاجة اللي ديرونجيني في المجتمع الجزائري هي النميمة. يقول لك النميمة أشد من القتل، تعتذر في واحد تردها بلي هو كل شغل هو تاع بوليتيك، هو تاع نميمة، هو تاع كلشي تحصل فيه كلش، وانت لي كل شغل اللي كل شغل نتاع بريء ما عندك حتى حاجة. كاينة النميمة بزاف وكاينة الهضرة زيادة بزاف، ويهضروا في فلان بلا ما يحكموا عليه، بلا ما يشوفوا هو كل شغل المرتبة تاع اللي واصلها، بلا كل شغل. ما عنديش كي نفهمك بصح ماشي مليحة النميمة. هي الدونجي في المجتمع كاع، وباش تحكم على واحد فاني في الغيبي ما طيش تحكم عليه. شوف يعني تلما ماشي غير حاجه واحده اللي تقلقه. انا بالنسبه ليا ميم كي تخرج للزنقه ولا مع المجتمع ولا مع تشوفي كل شيء تيقلقك. باغ اكزومبل ندخل للحانوت ولا نروح للمارشي ولا الناس يتمشاو مثلا هكذايا يخزروا فيك مع خزره مانيش عارف، تقلق. انا نشوف واحد كيما نقولوا شي عباد يشوفوا فيك مانيش عارف بواحد النظره، حتى انت يقلقوك بهذيك وشن هذا. خلينا مع الهضره هذيك، الهضره حاجه واحده اخرى، الهضره كاع ماشي موزونه، كاع ماشي في بلاصتها. نسمعوا يعني حوايج حنا نديروا روحنا ما سمعناش، تتقلق تولي تقول والله غير انا وحده نولي ندم نقول انا كون غير ما خرج. سمع حوايج، شوف ديرونجيني كي العباد يبقاو يخزروا ولا يبقاو يهضروا نيمبورت كوا، زعما كل حاجه يهضروا بلا ما 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 يوزنوا كلامهم. فوالا ما يوزنوش الكلام، ولا يشوفوا واحد باغ اكزومبل راك مع فاميليا ولا راك مع ما مش مع اخوك ولا مع بنتك ولا ديجا. انا كي نخرج مثلا نخرج من الدار مقلقه، زيد تتقلق اكثر كي تسمع حوايج ماشي ملاح، ولا واحد يشوف فيك ولا ما على باليش، ولا ندخل للحانوت ما يستقبلوكش مليح، ولا فهمتني بنظره ماشي قال كيما قال واش نحتاج ولا السلام ولا شغل بزعاف، ماشي بنظره مليحه يعني باش تزيد انت فهمتني وليدي. تطيح بربي، احنا مخلطين مع العائله اي كسيرتو مع الدار، يكون مخلطين ينوض يطيحوا بربي الكفير برقيق.